دنا السلام عليكم، جيتي لكم من مكناس الطريق اللي كتدي لتولال، طريق الرباط على اليمين ناسيونال ولوتوروت على اليسر. حنا نمشيو ان شاء الله تعالى مع الطريق اللي كتدي لطريق السيار ان شاء الله. الطريق اللي كتسنى ان شاء الله تعالى الاكتمال ديال الاناره بها، ولا بالاحرى تركيب ديال الاناره بعد ما ركبوا لي بوطو هنا. خلاص هادو كانوا لهنايا، كانوا بدلوا لهم داك ليراج، داروا واحد اللاد، مابقاش داك المشكل ديال غياب الاناره. هاد الطريق اللي هادي على اليسر حدا لافاك راه كدوز دابا، انا واحد الرودار ديما كندوز حداه حتى نهضروا عليه. هاد الطريق اللي على اليسر بقى لها غير واحد الجزء باش تكتمل، باش تبدا تخرج حدا داك سميتو حي التقدم على ما اظن، وجيت البرج برج مولاي عمر. هنا راه كاين الاشغال ديال لاسينيسمو، نتمنوا ان هذا لورون بوين هذا يتم يتديكالا، يزيد القدام حدا البلاصه ملي نخرج من الموتور، باش تكون عنده واحد يجي هنا في هذه البلاصه هنايا، غادي يكون افضل على مستوى النقل ولا الحركه ديال السير اللي كتدخل كتدخل وكتخرج من حي كاميليا. لي بوطو هنايا هما راكبين، مازال بعد الردوشات في هاد الطريق هادي، مازال خصهم يكملوا دوك التروطوارات الوسطانيين يسدوهم، مازال خاص التشوير، التشوير خصو يتصوب. هنايا راه دايرين واحد الإشارة غالبا على واحد الروكار، تصلحوه راه هو هذاك الروكار اللي خصو يتصوب. هاد المحطة هادي اللي تبارك الله علينا تصوبت هنايا، شوفوا المنظر، هاهي البلاصة تزيانت، هاد البلاصة هنايا، هنايا دايرين هاد الصورة ديال الكابيون مزيان، هاد اللي دارو هاد الصورة هاد اللي بالحجر مهم ومهم بزاف. هادي الدخلة ديال تولال، مازال هاد الدخله هادي حتى هي هادي، مازال تصوب هذا المدخل اخر حتى هو. وكل ما كثروا المداخل مزيان، شي حاجه مزيانه، المداخل ومن الخارج راه كيعاونوا. دابا حنا تنتسناو ان شاء الله تعالى هاد لي بانو، هاد لي بوطو الكتريك يركبوا فيهم المصابيح وتشعل ان شاء الله الاناره. هاد لو شونتي بدا في البدايه ديال شهر 8، يعني كان تم الاعطاء انطلاقه ديالو بمناسبه عيد العرش المجيد. المده ديال الاشغال ديال الاناره 10 اشهر، ولكن كان طلب من المسؤولين على انها تقلص ديك المده، يعني الشركه تخدم تدوبل لي زيكيب ديالها باش في اقرب وقت ممكن يتشعل الضوء. دونك هنا بالنسبه لي بوطو عندي ما نقول، لي بوطو راه هما ركبوا، حنا غنمشيو حتى لمدخل لوتوروت. ونرجعوا ان شاء الله مع الطريق الوطنيه رقم 6 باش نشوفوا فين وصلت العمليه ديال التركيب ديال لي بوطو. انا مازال ركب واحد البوطو واحد اخر في الوسط في هاد الباصه هادي. هنا خلاص البلاصه اللي ديزينيات باش يكون فيها تكون فيها المحطه الطرقيه، واللي غادي تكون محطه مزيانه، مساحه ديالها مزيانه ان شاء الله تعالى 10 مليار سنتيم.
وهادشي ديال الانفراستركتور راه كله ربح، كله ربح. دونك كما قلنا بقات عمليه ديال شوير تراساج الارض، نتمنوا انهم يسارعوا بهذا الامر هذا، هي ويشعلوا لنا الضوء. وخص هاد لي تريونغل هادو، هاد المثلثات، هذا اللي على اليمين اللي على اليسار، الاخر اللي على اليمين، هذا اللي هنايا فين كاين البوطو ديال الضوء، وهذا اللي فيه البانو، كلهم هادوك لي دوك المثلثات الطرقيه هادو اللي هنايا خصهم يتعاودوا يدار لهم تروطوار جديد ويتصبغوا باش يبانوا. فقط غير هادوك اللي تيجيو في دوك المداخل هما اللي خصهم يتصبغوا باش يبانوا الناس اللي كيكونوا تيسيركوليو. التروطوار تيبقى هكا بدون صباغه، تيجي مزيان بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا دابا هنا. الطوال هذه كامله حتى لوتوروت كلها اللهم يسر، اناره ديال الصوبات يعني البوتويات. بقات العمليه ديال تركيب المصابيح، اكيد غادي تجي ليكيب ديالهم باش نيتي يركبوا البالي هنايا، راه صوبوا لهم الى لاحظتوا داك الوسطاني داروا له سيموه، داروا له داك البوطون خاص هذيك الطريق تولي تشوير بها بحال هكا، ويكون حتى التشوير حدا داك الخط اللي تيكون حدا لاصق حدا التروطوار، واحد الخط ابيض متصل باش الانسان تيكون في الطريق غادي مرتاح، وفي الجنب العاوتاني ديال الطريق تيدير خط واحد اخر باش يليميتي الطريق. هنا في اخر فيديو كنا صورناه واحد النهار كنا مسافرين للرباط، كانوا تيصوبوا التروطوار هنايا فيما تبقى من واحد الجزء هنايا، هنا كان واحد الجزء كان خصو يكمل بالتروطوار، خليناهم تيصوبوه. ها هما راه صوبوه، اكيد ان غيكونوا فيه توا بوطويات ديال الضوء. من هنا من هاد البلاصه هادي، وخصو حتى هو صراحه واحد سفيتي يوصل حتى للمدخل ديال الرومبوان. هذا راه عاد صوبوا له التروطوار ديالو، راه الضوء ديالو حتى هو اي ريغلو لو ديال البوطويات. نكملو الجولة ديالنا، انا هاد السيئة هادي مازال ما بداش فيها العملية ديال البناء. هنايا زون فيلا، هانتوما شي هاد الجزء هدا هو على اليسر، في الوسط هاد البارتي كلها خصها تصوب حتى لحداد القدرون الجديد. دابا هذا تبارك الله دابا ولات البوطويات عطاو منظر، بقى غير التشوير ويتشعل الضو ان شاء الله، وغادي تولي غادي تولي الدخله ديال المدينه دخله مزيانه. وما نكرهوش صراحه، انا في الجنبات مورا الفوسي بلاصه فين كاين الشجر ديال الزيتون في نفس النيفو، تجي واحد العمليه ديال التشجير من هاد الجهه ومن الجهه اللي من لهيه، الشجر كله خير. الفيديو اللي مقبل، الفيديو المقبل غادي يكون انطلاقا من هاد من الرومبوان هذا اللي قدامنا، الرومبوان اللي كيفصل هاد الطريق 7023 مع الطريق الوطني رقم 6. تحيه لهاد الشركه هادي اللي كتقوم بهاد العمل هذا، وتنطلبوا من المسؤولين انهم يزيدوا يسرعوا الوتيره باش ان شاء الله تعالى نشوفوا الاناره يعني شاعله، ان هذا المدخل للمدينه راه مدخل مهم مهم ومهم بزاف. يلا تبارك الله عليكم، الفيديو المقبل غادي يبدا لنا من هذا الرومبوان هذا ونكملوا ان شاء الله تعالى.